مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. هنتكلم النهاردة عن واقعة اشعلت السوشيال ميديا وبقت ترند بسبب فيديو 13 ثانية. 13 ثانية كانت كفيلة باشعال ثورة غضب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعة اللي فاتت. شاب وبنت جمعتهم علاقة عاطفية برغم سنهم الصغير، اتعددت اللقاءات الرومانسية وهم لسه في المرحلة الثانوية. لقاء مع التاني دفع الصغار على الحب ناحية ارتكاب ممارسات فضحة، غير مهتمين باللي ممكن يحصل بعد كده. بمرور الوقت زاد الاتنين قرب وارتفعت دقات قلبهم عشقا، والحقيقة ان وقع الطالبان في المحظور، لكن المرة دي جت في وضح النهار وتحت حدثت كاميرا لأحد الجيران اللي التقط فيديو من شباكه المطل على أحد المحاور الرئيسية في القاهرة. أظهر مقطع الفيديو الشاب أثناء ممارسته فعل فاضح في الطريق العام وإقدامه على أفعال منافية للأداب مع البنت أعلى محور روض الفرج في منطقة الخلفاوي. ما ترددش صاحب الفيديو في نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد كده انتشر كالنار في الهشيم، وسرعان ما تحول البنت والولد لترند، وبقى كل الناس بيدوروا على الهوية بتاعتهم ومكان وقوع الفعل الفاضح ده، وكمان طلبوا بسرعة ضبطهم علشان يمنعوا تكرار الأفعال اللي زي دي. 24 ساعة احتاجها ضباط إدارة المساعدات الفنية في مديرية أمن القاهرة لتحديد هوية الشاب والبنت ومكان تصوير الفيديو، بل والوصول لمقطع تاني، مقطع برضو صعب. جهود البحث والتحري بينت أن الواقعة دارت أحداثها في دائرة قسم شرطة الساحل في مديرية أمن القاهرة، وكمان تم تحديد الشاب والفتاة وأن هم بيقيموا في دائرة اسم الشرابية. مأمورية ضبط بطلين الفيديو الفاضح بعد تقنين الإجراءات وأقروا بارتكاب الواقعة، وقالوا أن سبب ارتكابهم الواقعة هي لحظة ضعف. بينص قانون العقوبات في المادة 278 على ان كل فعل علني فاضح اي حد بيعمله بيعاقب بالحبس مدة ما تزيدش عن سنة او غرامة ما تتجاوز 300 جنيه، وما بتقومش جريمة الفعل الفاضح العلني الا بتوافر 3 اركان: فعل مادي بيخدش الحياء، حياء العين او الاذن، والركن الثاني العلنية بيشترط مشاهدة الغير للفعل، والركن الثالث القصد الجنائي تعمد الجاني اتيان الفعل الفاضح. وكمان اوضحت مبادئ محكمة النقض انه بيكون كافي قانونا لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء ان المتهم يكون عارف ان افعاله من شأنها ان هي تخدش الحياء. كمان في حاجة مع تصوير مقطع الفيديو ده، والحقيقة ان تصويره طرح تساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي. اتساءل الناس حول تنظيم القانون المصري لتصوير الغير ومدى وجود عقوبة من عدمها على ناشر الفيديو. بيقول المحامي في النقد اشرف ناجي ان القانون المصري بيسمح فقط بتصوير الغير في الاماكن العامة، لكنه بيعاقب على تصوير الغير في مكان خاص أو ملحقاته، زي مثلا حديقة فيلا أو بلكونة شقة، وده وفقا لما نصت عليه المادة 309 من قانون العقوبات. وقال إن ناشر الفيديو بيعاقب في الحالة دي وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، اللي بتنص انه بيعاقب بالحبس مدة ما تقلش عن 6 شهور وغرامة ما تقلش عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، او بواحدة من العقوبتين كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات او باحد وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبار او صور وما في حكمها بينتهك خصوصية اي شخص من غير رضا، سواء كانت المعلومات المنشورة صح او غير صحيحة.
بيقول ناجي كمان لمصراوي ان ناشر الفيديو خالف البند الخامس من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2730 لسنة 2022، واللي بينص على ان دون اخلالا بما نصت عليه القوانين ذات الصلة يحظر ما يلي: تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالأداب العامة، وكمان تصوير الأطفال وتصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم. الحقيقة أن بعد ما تم القبض عليهم امبارح، أمرت كمان النيابة العامة النهاردة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبيان قصده من التصوير والنشر، وكمان أمرت بإخلاء سبيل الشاب والبنت بعد ما تم ضبطهم واستجوابهم وإقرارهم بارتكاب الفعل المخل، وده بعد ما سدد كل منهم ضمان مالي قدره 1000 جنيه. الحقيقة إن اختلاف آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفيديو كان كبير، واختلفوا على رد فعلهم تجاه الفيديو. تعالوا نشوف بعض التعليقات بتقول إيه. قولوا لي انتوا رايكوا ايه في اللي حصل؟ هل كان المفروض ان الشخص ده ما يصورهمش، ولا صح ان هو صورهم، ولا ايه الصح من وجهة نظركم؟ قولوا لي في التعليقات. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا لكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.